الاهلي عنده هدف. اتمنى يا رب، اتمنى يا رب، وهشرك كابتننا كابتن شريف وكابتن اسامه وكابتن اسامه حسني في الموضوع ده، اتمنى ان احنا نحرز هدف هناك، نكون لينا تواجد على المستوى التهديفي، ده هيفيدنا جدا في لقاء العوده. المباراه هناك واحداثها والظروف والكواليس والسفر، ووصلت ازاي البعثه وامتى وصلت بالظبط وازاي اتمرنوا مع زميلنا كريم احمد. كريم مساء الفل. برحب بيك يا كابتن سيد، تحياتي ليك وبرحب طبعا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. زي ما انت بتقول طبعا يمكن بالفعل وصل النادي الاهلي الى غينيا، الى الاهلي وقطريه لغين، ان شاء الله تكون مباراه من نصيب النادي الاهلي كالعاده. لكن عايز اقول لك يمكن ابرز الامور، ابرز الكواليس، رحله السفر اللي اكيد حابين في البدايه نشيد بقرار مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب على اختيار ان يكون في طائره خاصه تنقل بعثه النادي الاهلي الى غينيا. الامر كان هيكون غايه في الصعوبه لو ما كانش في طائره خاصه، كان هيبقى في اكثر من ترانزيت. انا عايز اقول لك يا كابتن سيد ان احنا انطلقنا هنا من مطار القاهره في الساعه 8 صباحا، وصلنا الى مطار كازابلانكا في الساعه 1:30 ظهرا، قعدنا ساعه في المطار ترانزيت، ومن بعدها الى كوناكري العاصمه طبعا في غينيا. استغرقت الرحله 4 ساعات، من 8 دقيقة واحدة وست ساعات اخرين او 5 ساعات ونصف اخرين حتى نصل هنا الى غينيا. مجرد وصلنا طبعا الى المطار، مطار كوناكري، نصف ساعه كمان بتفصلنا عن فندق الاقامه اللي يعتبر قريب من الملعب اللي هيأدي عليه النادي الاهلي، وقريب من الاستاد اللي هيستقبل مباراه النادي الاهلي وحريه كوناكري، هو استاد 28 سبتمبر. لكن زي ما قلنا طبعا الرحله كانت مش هنقدر نقول شاقه، لكن يمكن هي دي الامور، اول مره فريق الحريه الغيني يواجه النادي الاهلي، وايضا كمان النادي الاهلي يمكن اول مره يتواجد في غينيا. الامور هنا صعبه شويه، البلد هنا يمكن مجرد وصولنا، احنا وصلنا الساعة الخامسة مثلا بتوقيت هنا، في فرق ساعتين يا كابتن سيد بتوقيت القاهرة. البلد هدوء، يمكن ما فيش يعني انت عندك الساعة كام يا كريم؟ عندك الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 9. 9 اه احنا دلوقتي 9 عندنا كابتن سيد. اتفضل يا كريم اتفضل. ففي ساعتين فرق طبعا، بيبقى ليها طبعا فرق هنا، تلاقي البلد يعني احنا سألنا أول ما نزلنا الناس بتقفل هنا الساعة 6 و6 ونص 7 بتوقيتهم هنا، البلد هادية شوية، المنطقة اللي احنا فيها على ما أعتقد بتساعد بشكل كبير جدا، وفندق الإقامة مقبول بالنسبة للنادي الأهلي إن هو طبعا يضع حالة التركيز الكبيرة جدا اللي بيحاول إن هو يفرضها مستر باتريس. زي ما قلنا وزي ما حضراتكم قلتوا وهتقولوا كمان في الاستوديو التحليلي، وصول فريق حرية كوناكري لهذا المستوى ولهذه المرحلة فريق يحترم، ولابد يكون في تركيز وشغل كبير جدا فنيا مع مستر باتريس والكابتن محمد يوسف. فور وصلنا هنا إلى الفندق الإقامة كان في قرار صائب كمان من الجهاز الفني بعدم التدريب، كان أكيد هيبقى في تدريب أو هيبقى في أي تدريبات خفيفة هنا في فندق الإقامة. اكتفى الجهاز الفني وطبيب النادي الأهلي الدكتور خالد محمود، بيكون في بعض الاطلالات البسيطه جدا قبل العشاء اللي لسه منتهي من لحظات. لكن زي ما بقول لك غدا باذن الله هيكون في الساعه 4 عصرا اول تدريب للنادي الاهلي على احد الملاعب القريبه هنا، هو ملعب خاص بالاتحاد الغيني. لكن برضو في ازمه كابتن سيد ان الملعب هنا ارضيته نجيله صناعي، ودي برضو يعني بتمنى ان ما يبقاش في اي اصابات بكره للنادي الاهلي، لان هيكون اول تدريب ليهم. توفير ملاعب هنا الامور صعبه جدا، الارض هنا حمراء كابتن سيد، مفيش نجيله يعني ما تقدرش تشوف. طب الملعب بتاع اللقاء نفسه، الملعب المتاح، الملعب او الاستاد نفسه ده نجيل طبيعي، بكره بس هتتمرن على صناعي ولا ايه؟ نجيل طبيعي اه كابتن سيد بالظبط، هو بكره بالظبط اللي هنتمرن على نجيل صناعي، لكن ملعب 28 سبتمبر ده ملعب نجيل طبيعي. لكن برضه في امر كمان، المطر هنا يمكن بيتساقط على فترات، الملعب زي ما يمكن ما سالنا وشفنا في مش هنقول مطبات، لكن الملعب ما بيستقبلش الميه بشكل كبير جدا، بيبقى فيه برضه في جزء عالي وجزء واطي، وفي بعض البرك بلغه الكره كده، برك الميه بتبقى متواجده وشايفينها في الشوارع المحيطه. بنتمنى ان شاء الله يوم المباراه تكون الجو العام هادئ، ما يبقاش فيه امطار، تساعد النادي الاهلي ان شاء الله على تخطي فريق الحريه كوناكري. لكن بطمنك كابتن سيد وبطمن جمهور النادي الاهلي، الامور ماشيه بشكل مطمئن، ماشيه بشكل طيب. متواجد معانا رئيس البعثه معالي الوزير الاستاذ العامري فاروق، متواجد بيحاول ان هو يوفر كل الامور الخاصه لفريق النادي الاهلي، يذلل كل الصعوبات ان شاء الله ليضع فريق النادي الاهلي في حاله وحيده، وهي حاله التركيز الفني يا كابتن سيد، ولو فيها استفسار تحت امرك يا كابتن سيد. طيب مين كان في استقبالكم؟ يعني حد كان من السفاره، حد من القنصليه، مين كان في استقبالكم هناك؟ بالفعل يمكن كان في استقبالنا القنصل محمود رمضان، كابتن سمير عدي المتواجد هنا يمكن اكثر من يومين، بيحاول ان هو يوفر كل الامور في تنسيق تام مع معالي السفير طبعا سفير محمد فتحي عبد العزيز سفير مصر هنا في غينيا، في توفير كبير. وبرده من خلال حضرتك كابتن سيد لابد ان احنا نوجه كل الشكر والتقدير للسفاره المصريه هنا، ما فاتتناش من اول ما وصلنا الى المطار، تسهيل الاجراءات حضرتك طبعا متعارف عليها كابتن سيد، الاجراءات الخاصه بالباسبورات والامور دي كلها يمكن حاولوا ان هم يوفروها بشكل سريع جدا. وكمان غادرنا مطار كوناكري بسرعه، ما كناش وقت كبير ان احنا نخلص الاجراءات، وده بيساعد اكيد بعثه النادي الاهلي بعد الرحله الكبيره اللي احنا كنا فيها.
عايز اكد كمان على معلومه كابتن سيد، ان يمكن الاخبار خلال الفتره الماضيه كانت بتقول ان كولوبالي وعلي معلول هيلحقوا من بعثه النادي الاهلي الى غينيا، لكن عايز اكد لك ان سليك كولوبالي بادر معانا من القاهره الى غينيا. علي معلول هو اللي بيتبقى حتى هذه اللحظه، لم يتواجد وهيكون متواجد غدا باذن الله ان شاء الله صباحا مع تنسينا مع كابتن سليم عدلي والكابتن ماهر الاداري الفريق للنادي الاهلي. بناكد ان سليم متواجد من هذه اللحظه مع فريق النادي الاهلي، ويبقى علي معلول ان شاء الله يتواجد صباحا مع رحلته القادمه ان شاء الله من سويسلاندا كابتن سليم. طيب يعني كولوبالي رجع على المطار معاكم وسافر معاكم غينيا، يعني رجع القاهره وبعدين سافر معاكم غينيا، اوكي. علي معلول هيجي بكره هينضم لبعثه النادي الاهلي. طب وليد سليمان سليم 100% ولا لا؟ وليد سليمان باكد لك سليم 100%. النهارده كان ليه حديث سريع معاه في الطائره، يمكن هو جهز امبارح وكان واضح في التدريب امبارح ان هو شارك في المران بشكل كامل. سالنا طبيب النادي الاهلي قال وليد جاهز فنيا وبدنيا بالنسبه لهذه المباراه، وكان واضح كمان امبارح ان وليد عنده اصرار كبير ان هو يكون متواجد في تشكيله المباراه الاساسيه في المباراه القادمه بالنسبه للنادي الاهلي. لا باكد لك كابتن سيد وليد جاهز ان شاء الله بنسبه 100%، وان شاء الله يبقى ليه تاثير كبير كعاده وليد سليمان في كل المباريات يا كابتن. طيب ذكرت ان المطر موجود بشكل دائم هناك، وربنا سهل ان شاء الله الرحمن يوم الجمعه يبقى الجو كويس، لكن قول لي المباراه 5 بتوقيت القاهره، 3 عندكم 5 بتوقيت القاهره، مظبوط؟ بالظبط يا كابتن سيد، وبرضه هيبقى في تاكيد من هذا الامر لان في لغط كبير جدا في الامر ده. في ناس بتقول ان المباراه هتكون الساعه هنا 7 بتوقيت القاهره، لا يمكن هي هتكون بتوقيت هنا الساعه بتوقيت القاهره الساعه 5 بتوقيت هنا الساعه 3 عصرا. اوكي ابو حميد هنتابعك في كل الاوقات باذن الله، خلينا نشوف الاحداث ايه ومجراتها. كل التوفيق لبعثه النادي الاهلي. يبقى انتوا كده انتوا لازم تعرفوا ان يوم الجمعه ان شاء الله الرحمن الساعه 3 باذن الله، من الساعه 3 هنا باذن الله ان شاء الله الرحمن هيكون ملعب الاهلي، وتغطيه حصريه كامله لكل المباريات.